اجتاز بايدن الطريق إلى عتبة البيت الأبيض حاملاً وعوداً كبيرة للأمريكيين يرتقب تحقيقها عاجلاً. التوقعات في زمن كورونا قد تكون أكبر من تلبيتها في ظل انقسام وطني حاد ووباء حصد قرابة 400 ألف شخص واقتصاد مهزوز ومتدهور. فهل وعد بايدن بأكثر مما يستطيع الوفاء به؟ الأولوية القصوى لبايدن تتمثل بموافقة الكونغرس على خطة بقيمة تريليون وتسعمائة مليار دولار لمواجهة كورونا، توفير مائة مليون لقاح بحلول يومه المئة في منصبه، وتخصيص مائة مركز تطعيم خلال شهره الأول مع تقديم 1400 دولار أمريكي كمدفوعات مباشرة للأمريكيين لتحفيز الاقتصاد. لكن من المرجح أن تقترن أي مدفوعات من هذا القبيل بإجراءات يعارضها الكثيرون في الكونغرس. وعد بايدن أيضاً بتمديد فترة الإيقاف المؤقت لمدفوعات قروض الطلاب والقضاء على التخفيضات الضريبية للشركات مع مضاعفة رسوم الشركات الأمريكية على الأرباح الأجنبية، كما أطلق وعوداً لها علاقة بقضية التشرد ولم يشمل الآباء المهاجرين مع أطفالهم على الحدود مع المكسيك، ومنح مسار سلس لحصول 11 مليون مهاجر على الجنسية الأمريكية. وعود أخرى تتعلق بفرض تدقيق على مشتري السلاح ومراقبة الشرطة لمكافحة العنصرية، والأهم بالنسبة لبايدن إلغاء تراجع ترامب عن حوالي 100 من قواعد الصحة العامة والبيئة التي وضعتها إدارة أوباما. Make healthcare a right. Healthcare is a right, not a privilege. We have to give everybody the peace of mind they deserve. كل هذا مرهون بعلاقة الرئيس مع الكونغرس التي تتمتع عموما بفترة شهر عسل في البداية، والشهر قد يمتد لأشهر مع فوز الديمقراطيين بمقعدين في مجلس الشيوخ في جورجيا. بهما تشق وعود بايدن طريقها بسيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب. لكن لمستشاري بايدن وجهة نظر أخرى. رغم السيطرة الديمقراطية على الكونغرس، إدارة بايدن في الكثير من إجراءاتها قد تصطدم بحاجز منيع، كخطة الإنقاذ الاقتصادي التي تحتاج إلى موافقة 10 من الجمهوريين على الأقل. كما ترك ترامب لبايدن معادلة صعبة في المحكمة العليا التي تتمتع الآن بسيطرة أغلبية محافظة 6 مقابل 3.